بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتابع معكم أيها الإخوة الكرام دروس مباحث التزكية والأخلاق، وهذا الدرس العشرون. في هذا الدرس أيضا سنتوقف مع أدب جديد، مع طريق هو طريق الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. وبما أن الموضوع العام لهذه الدروس كلها هو التزكية، والتزكية هي أيها الإخوة باختصار هي طهارة الباطن، هذه هي التزكية. كل الوسائل والطرق والمحددات التي نذكرها لتوصلنا إلى التزكية هي تتمحور حول هذه النقطة التي هي طهارة الباطن، سلامة الصدر، سلامة القلب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا هو الغرض من دروسنا، حتى نتدرب سوية على هذه الخطوات، لأن القلب كما هو معروف هو موضع نظر الله سبحانه وتعالى. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والقلب يقصد به هنا هو النوايا، هو ما خلف الأعمال، هو التوجه المعنوي والنفسي للإنسان. وهذا إن لم يصلح فلن يصلح العمل. إذن طهارة الباطن. طيب، هناك أمر رديف لطهارة الباطن لم يغفل عنه الإسلام، بل ربط بينه وبين طهارة الباطن، ألا وهو طهارة الظاهر. شو طهارة الظاهر؟ كيف الربط يعني بين طهارة الباطن وطهارة الظاهر؟ هذا ما سأقف عنده بالتحديد في هذا الدرس. طهارة الظاهر أي باختصار هي النظافة، هي الطهارة الجسدية. مباشرة هنا سيطرأ سؤال وسيقال لي: ما دخل ذلك بالتزكية؟ ما دخل ذلك بالأخلاق؟ هناك ارتباط وثيق أيها الإخوة أرانا إياه الإسلام في أكثر من موضع، إلى أن حالة الطهارة، إلى أن حالة النقاوة هي حالة لا تتجزأ. فلا يمكن للإنسان أن يكون طاهر الباطن وهو متسخ الظاهر. ولذلك جاءت تشريعات الطهارة في الإسلام، وتشريعات الطهارة التي هي الوضوء والغسل وغيرها هي ليست تشريعات لمجرد التنظيف. انتبه، هي ليست تشريعات لمجرد التنظيف، وإنما هي استعداد نفسي وتأقلم ظاهري مع حقيقة طهارة النفس. وإلا فما هي النظافة التي يقدمها المسح على الرأس؟ شو في نظافة بموضوع المسح على الرأس؟ يعني بشيل شوية مي بيمسح فيها هيك على رأسه، وين النظافة بالموضوع؟ إذن هناك تشريع الطهارة في الإسلام هو تشريع يتعلق نعم بطهارة الظاهر ويتعلق بطهارة الباطن، وهناك ربط بينهما. شوفوا هالربط، بلش فيه بحديث نبوي.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ يعني هل يبقى من وسخه أو قذارته أو اتساخه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: وذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. شوفوا الصورتين. الصورة الأولى هي صورة إنسان يغتسل من النهر 5 مرات، والصورة الثانية هي صورة محو الخطايا. حطوا لي إياها ببالكم. 2، الصورة الثانية، حديث الآخر، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن المتوضئين بأنه إذا استنشق، إذا تمضمض ثم أخرج الماء يخرج كل ذنب قاله بفمه، إذا غسل وجهه فإن الذنوب تتساقط مع قطر الماء، إذا غسل يده فإن الذنوب التي كسبها بيده تتساقط مع قطر الماء، إذا غسل قدمه فإن الذنوب تتساقط التي سعى بها شوف انتبهوا لها الصورة. هالصورة هي، هذه صورة بديعة ودقيقة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة 8. انتبهوا للمزج بين الأمرين، وضوء، دعاء، فتح أبواب الجنة. الدعاء شو هو؟ اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. شو هي التوابين والمتطهرين يعني؟ يعني هي طهارة الباطن وطهارة الظاهر، هي هي باختصار طهارة النفس وطهارة الجسد. التوبة هي التطهر من الذنوب، والتطهر هو طبعا التطهر الخارجي الجسدي. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أثر هذه الطهارة الحسية النفسية عظيم وكبير جدا، لدرجة أنه يظهر يوم القيامة. اللي أوف يظهر يوم القيامة، بقول لك نعم يظهر يوم القيامة. كيف؟ في حديث مشهور ومعروف بأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل ذات مرة إلى البقيع في أواخر أيامه عليه الصلاة والسلام، فقال: وددت لو أني رأيت إخواني. فاستغرب الصحابة استغرابا شديدا، قالوا: ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ النبي يتمنى أن يرى إخوانه. قالوا: ألسنا إخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي، أما إخواني فهم قوم يأتون بعدي، يود أحدهم لو رآني بنفسه وولده، اللهم اجعلنا منهم يا رب. فهنا شو دخلوا هذا الموضوع بكلامنا؟ يسأله رجل من الصحابة، شوفوا السؤال وشوفوا الجواب، قال: يا رسول الله، وكيف النبي قال قبل ما يسألوا، قال: وإن موعدي معهم عند الحوض، موعدي مع إخواني مع المؤمنين بي من أمتي، موعدي معهم عند الحوض. فسأله رجل، قال: يا رسول الله، وكيف تعرف أمتك يوم القيامة؟ كيف تعرف من بين مليارات البشر؟ كيف تعرفهم؟ تعرف ما هي العلامة؟ اسمعوا شو جاوب النبي عليه الصلاة والسلام. قال له: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ يعني لو واحد من بين خيوله كلها في خيول دهم بهم، يعني كلها لون واحد أسود كلها أو بني كلها، ومن بيناتها في خيل غر محجلة. شو يعني غر محجلة؟ تشوفوا في نوع من الخيل يكون لونه أسود بس بيكون في عنده هون بقعة بيضاء هيك عند الجبين، وبتلاقي الساقي وقدمي الفرس أيضا لونها أبيض،
شايفين أكيد كلياتكم تعرفوها. فقالوا له نعم. قال فإنهم يأتون غرا محجلين يوم القيامة من أثر الوضوء. يعني أمتي أعرفهم من ماذا؟ من أثر الوضوء. شوفوا نحن عم نحكي وين وهالحديث وين. أنا عم بحكي بغسل وجه ويدين ومسح رأس وغسل قدمين، أم أتكلم في نور عظيم تتساقط منه أو به الخطايا وينير وجه الإنسان وينيره ويكون علامة لمعرفة النبي له يوم القيامة؟ شوفوا الربط. هل السؤال هون، هل نحن نستشعر ذلك عندما نتوضأ؟ أكيد 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 90%، إذا أنا متفائل كتير 90% مننا لا، ما بيستشعر هذا الأمر. لهيك ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وأنا هون يعني بقى هيك بين قوسين، معلش بدي استغرب ممن يكرهون المساجد ويهاجمون المساجد ويهاجمون المتوضئين ويسخرون من المصلين، وبعد ذلك يعني يقولون لك أو يقولون يعني لا تهاجمونا لا تتكلموا علينا. يا أخي هذا ديننا نحن، وهذا قول ربنا، وهذه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فأي حظ في الإسلام لمن تهجم على المساجد وعلى الصلاة وعلى الوضوء؟ إذا كان علامة أنك من أمة النبي صلى الله عليه وسلم هو الوضوء، فالذي ليس له حظ من الوضوء ومن الصلاة ما حظه أن يكون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نرجع لحديثنا، بدنا ننتبه للربط بين طهارة الباطن وطهارة الظاهر. ولذلك نحن أيها الإخوة حولنا هذه العبادة الجميلة اللي هي الوضوء والغسل والتطهر والنظافة وما يرتبط بها، وهلأ بيجي على التفاصيل وتفاصيل التفاصيل التي شرعها الإسلام في ذلك، حولناها إلى طقس وسلبنا أو أخرجنا الروح منها. الوضوء له روح، الغسل له روح، ينبغي أن نستشعره. انظروا كيف أن الإسلام يعني بقضية النظافة طهارة الظاهر اهتم بتفاصيل التفاصيل. يعني أنت غير أنه عندك وضوء 5 مرات في اليوم، غير أنه عندك الغسل من الجنابة، غير أنه عندك الغسل كل أسبوع، غير أنه عندك غسل العيدين وغيرها. شوفوا لأي درجة اهتم الإسلام بقضية النظافة. تعرفوا طبعاً سنن الفطرة، قص الأظافر وقص الشارب والختان وإلى غير ذلك مما هو معروف من الاهتمام بهذه التفاصيل الدقيقة التي تتعلق بنظافة الإنسان. شوفوا بقضية مثلاً نظافة الفم، السواك، النبي عليه الصلاة والسلام كان حاله مع السواك حال عجيب. يعني شو السواك؟ يعني اللي هو اليوم فرشاة الأسنان اللي هو نظافة الفم. هون ليش أنا ما عم بحكي شيء أنتم بتعرفوه، أكيد بتعرفوه، ولكن كي أدلل على الاهتمام بالتفاصيل. تخيلوا بس، أنا بدي أجيب لكم هالمشهد، أنه النبي عليه الصلاة والسلام على فراش الموت، على فراش الموت ويعاني سكرات الموت، وقال إني لا أحم حمى الرجلين منكم، وكان يتألم ألما شديدا. هو بحالة الألم هاي، دخل عليه مين؟
عبد الرحمن ابن أبي بكر وكان في يده سواك، فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى السواك وأشار إلى السيدة عائشة ففهمت أنه يريد السواك، فأخذ السواك واستاك وهو يموت. شوفوا لوين الاهتمام إلى أي درجة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أكثر من ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام قال: حبذا، أي ما أحب، حبذا المتخللون من أمتي. قالوا: وما المتخللون يا رسول الله؟ قال: المتخللون في الوضوء والمتخللون من الطعام. المتخللون في الوضوء المضمضة والاستنشاق وغسل ما بين الأصابع، أصابع اليدين والقدمين، شوفوا التفاصيل. والمتخللون من الطعام هم الذين، يعني طبعا تنظيف ما بين الأسنان. ثم قال عليه الصلاة والسلام، والحديث في مسند إمام أحمد: وإنه ليس شيء أشد على الملكين من أن يريا بين أسنان صاحبهما طعاما وهو قائم يصلي. أشد شيء على الملكين أن واحد قائم عم يصلي أسه في بين أسنانه طعام أو رائحة كريهة أو. هذا المشهد بحطني أمام شو؟ هذا المشهد ينقلني إلى حالنا اليوم، ينقلني إلى حالنا اليوم. ما هو حالنا اليوم؟ اليوم نحن مع الأسف دولنا، بلداننا، أمتنا، شعوبنا، من السمات المميزة لها القذارة، صح؟ مع الأسف من أهم علامات تطور وتميز الدول اليوم النظافة، نظافة الشوارع، نظافة الطرقات، نظافة البيئة، نظافة الحدائق، ونحن على العكس تماما. طيب شوفوا طريق الإسلام كيف والطريق الذي نسير نحن عليه. من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا. في أعظم من هالتشريعات، وانتبهوا يا أخواني الكرام، هاي التشريعات ما أنا جاي هلأ بأيام الحنفيات والخلاطات والدوش ومعاجين أسنان وفراشي الأسنان والليفة والشامبو والصابون بأنواعه و هاي التشريعات أيمت نزلت؟ نزلت من 1400 سنة في بيئة هي بيئة الصحراء، بيئة بعيدة عن الحضارة، وفرض النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأمور. ولكن مع الأسف حال التخلف الذي أصبنا به سحبناه حتى على الدين. لذلك المؤمن الذي يريد أن يسير في طريق التزكية هو مؤمن طاهر نظيف الباطن والظاهر. مؤمن متسخ ما بتزبط، مؤمن قذر ما بتزبط. وليس هناك كما هو معروف أي ارتباط بين الفقر والقذارة. ما واحد يقول والله أنا ما بقدر كنت نظيف، ليش؟ لأني فقير. ما إلى علاء، النظافة لا تحتاج كلفة، الإنسان يستطيع أن يكون نظيفاً بأبسط الموارد وبأبسط المعدات. الصورة النمطية التي أخذت عنا ونحن سبب فيها، يعني هي هلأ تضخم عالمياً، ولكن نحن سبب فيها، أنه المؤمن هو شخص متسخ، المؤمن هو شخص يكره الجمال، يكره بعيد عن الأناقة، بعيد عن الترتيب. بس دائما بشوفوا بالمسلسلات، بالأفلام، يعني
بالندوات الثقافية والعلمية والكذا، دائما صورة المتدين هو هيك صورة حدا يعني ثيابه غير متسقة، غير أنيقة، لحية غير مشذبة، شكل بشع، جبين مقطب، في صورة نمطية بتعرفوها أنتم، بحطوها بي يعني بكل الأفلام والمسلسلات وغيرها وغيرها. يساهم الإعلام طبعا دائما، الإعلام العالمي يساهم في تكريسها في كل وقت، حتى في الأفلام الأمريكية دائما إذا بتنتبهوا بأي فيلم من هذه الأفلام، عندما يريدون أن يصوروا أي مقطع أو مشهد ضمن بلد عربي، لاحظوا هلا الملاحظة هي، والمتتبع يستطيع أن يرى ذلك، دائما ببلشوا لك المقطع بحارة عشوائية مع صوت أذان طالع، مع طرق متسخة، مع ناس يعني كأنها يعني أشبه بالحيوانات وتسير في هذه الطرقات، هذه الصورة، وبيطلعوا لك مع صوت الأذان. ليش عم تطلع لي مع صوت الأذان؟ شو السبب؟ عم يدخلوا لك باللاوعي في عقلك الباطن الربط مع الإسلام، أنه الإسلام هو السبب. طيب يا أخي هي الإسلام ليكم، أنا عم نقلكم شو ماذا شرع الإسلام في قضية النظافة. طيب أنا بدي أسأل سؤال، ما هو الدين في العالم الذي جعل جزءاً من الإيمان نظافة الطرقات؟ حدا بيخطر بباله أنه في دين بيخلي نظافة الطريق جزء من عقيد من العقيدة؟ الإسلام. الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها شو؟ إماطة الأذى عن الطريق. ما هيك هذا الحديث مولادنا الصغار حافظينه، ولكن أين التطبيق؟ يعني أنا بفهم من الإسلام أنه أنا بدي أتوضأ 5 مرات باليوم، وأنا بتوضأ وبيجي بدي صلي متوضأ وموسخ، متوضأ وطالع ريحتي، كيف؟ هذا الحال، هذه الصورة. فهل الإسلام كذلك؟ قلنا لكم لا. هل الإسلام يكره الجمال والأناقة والترتيب؟ تعونا نرى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، هكذا كان يقول أمام أصحابه. أي إنسان متكبر بقلبه كبر ما بدخل الجنة. فسأله رجل قال: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً. يعني ليش سألوا هالسؤال؟ خاف أنه يكون مثلاً ترتيب والأناقة والهي أنه تكون نوع من أنواع التكبر على الناس. قال: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس ذلك، يعني ما هذا ليس كبراً، إن الله جميل يحب الجمال. والحديث رواه الإمام مسلم: إن الله جميل يحب الجمال. كيف لا يحب الله الجمال ولا يريد منا الجمال؟ ليش أصلاً؟ مين اللي خلق الجمال؟ من الذي خلق الجمال في الكون؟ أنت اليوم لما بتقعد تنظر عند الغروب وترى الشمس، بتشوف حمرة الشفق مع لون البحر، مع الغيوم التي تكون، مع الجو، مع العشب، مع الجبال، مع هذا المشهد، من الذي كونه؟ والأكثر من هيك، ما بس من الذي كونه، من الذي زرع في عقلك أيها الإنسان الوعي لتعي وتفهم هذا الجمال؟ ليش أنتم مفكرين أنه الجمال والتذوق الجمال هو هيك أمر بسيط؟ هذا تذوق الجمال عملية معقدة جداً جداً. شفت لي شي مرة حيوان عم يتذوق الجمال؟ شفت لي مرة مثلاً شي هيك قطتين وموقفين عم لليكي ما أحلى الغروب؟ الإنسان فقط هو الذي يتذوق الجمال. ليش؟ هي هذه ميزة مرتبطة بالروح. الله عز وجل أعطى الإنسان، هذا سر من الأسرار، نفخة الروح في الإنسان. فكيف يزعم أحد بأن الله
يريد منا ألا نكون جميلين وألا نكون أنيقين وألا نكون مرتبين وألا نكون في أجمل وأبهى صورة. وهذه الصورة بعدين شوفوا حياة النبي عليه الصلاة والسلام كلها بكل التفاصيل، بثوبه، بتطيبه، كان إذا سار في طريق يعرف أنه سار فيه من ريحة طيبة. حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالأمر واضح. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثائر الرأس واللحية، واحد منكوش يعني شعره ولحيته وكذا، مثل هذا المنظر اللي بيصوروه أنه هذا المتدين، شفتوه؟ هذا هو المتدين. فشخص دخل على النبي بهذه الصورة ثائر الرأس واللحية، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشر له بالإشارة على شعره دأنه، ففعل ثم رجع، فقال عليه الصلاة والسلام: أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام يصف الشخص غير الأنيق غير المرتب، عم يصفه كأنه شيطان. هي الإسلام، هذا هو. طيب، أيضا هناك أمر أخير أتطرق إليه في ختام هذا الموضوع، وهو ربط الزهد والتصوف بالقذارة وعدم الترتيب. أقول لك أنه من مقتضيات التصوف أو من مقتضيات الزهد الثوب المشقق والثوب المرقع والكذا إلى آخره، وأنه الإنسان يكون مبهدل. في فرق بين أنه إنسان يلبس ثوباً مرقعاً ولكن هذا الثوب نظيف وهو يلبسه لأنه لا يملك غيره، هذا شيء، وبين أنه إنسان يكون عنده قدرة أنه يلبس ثوب أفضل وأحسن وأكثر أناقة وجمال ولا يرتديه ويزعم بأن ذلك زهد. من قال بأن هذا زهد فقد كذب على الله ورسوله، هذا ما زهد، هذا كذب، هذا كذب، وهذه مظاهر وهذا رياء، لأن الإسلام لم يأمر بذلك والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن كذلك، وكان يلبس أبهى الحلل عندما يكون قادراً، وعندما لا يكون قادراً لا يلبس ذلك. الثوب لا يعني شيئاً، مو إذا ثوبك مشقق يعني أنت زاهد، وإذا ثوبك أنيق يعني أنت فاسد. شوفوا سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول في الحديث الذي رواه أبو داود، شوفوا منشأ هي فكرة، من وين بلشت فكرة التطرف إلى أقصى اليمين والزعم بأن ذلك دين سواء باسم التصوف أو غير التصوف. يقول سيدنا عبد الله بن عباس، يقول: لما خرجت الحرورية. مين هذول الحرورية؟ تعرفون للحرورية؟ الحرورية هم الخوارج. ليش سموا بالحرورية؟ لأنهم خرجوا من مدينة أو منطقة في العراق اسمها حروراء، فسموا بالحرورية. الخوارج معروفين ومعروف قصصهم، هن زعموا الخوارج يعني كانوا مثل يعني كيف التنظيمات المتطرفة بهالأيام، هدول هن نفسهم بس أيام الصحابة، يزعمون بأنهم هم يطبقون الدين وهم يمثلون الإسلام، ولا بيعترفوا بالصحابة وما كفروا الصحابة حتى. المهم، وهن اللي قتلوا سيدنا عثمان، بذرتهم الأولى، البذرة الأولى للخوارج هي كانت في الذين تألبوا من الأمصار وطوقوا بيت سيدنا عثمان رضي الله عنه وقتلوه، وبعد ذلك خرجوا على سيدنا علي رضي الله عنه، وبعد ذلك استمروا. على فكرة الخوارج ضلوا بأيام الأمويين وبأيام العباسيين دائما يعملوا قلاقل ويطلعوا يعملوا مشاكل إلى آخره. المهم، ما لنا بهالموضوع هلا. الشاهد، قال ابن عباس: لما خرجت الحرورية أتيت عليا رضي الله عنه، كان هو الخليفة سيدنا علي، فقال:
ائت هؤلاء القوم، يعني روح لعنده ناقشه. سيدنا عبد الله بن عباس هو عالم، كان حبر القرآن الكريم ولديه حجة ومنطق. يقول: فلبست أحسن ما يكون من حلل اليمن فلقيتهم فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس، ما هذه الحلة؟ شوفوا كيف منطق، ما هذه الحلة؟ والله جايين لابس ثياب مرتبة وكذا، ما هيك بيكون هني؟ شو التصور تبع الدين؟ هني مثل هاي هالمتطرفين هدول، ما هذه الحلة؟ والغريب انه هؤلاء الناس يعني كلهم دخلوا بالاسلام بعد وفاة الرسول بعشرات السنين، جايين بدهم يعلموا الدين لسيدنا عثمان ولسيدنا علي ولسيدنا عبد الله بن عباس وللصحابة. عجيب أمر هؤلاء، ما هذه الحلة؟ فقلت، قال عبد الله بن عباس: ما تعيبون علي، لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل. هي مشان ما حدا يقول لي إنه هذا زهد وتقشف وإلى آخره، هذا حكي فاضي. لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل. باختصار أيها الإخوة الكرام، ألخص كل ما قلته في هذا الدرس بأن الإسلام منهج متكامل، أمرك بسلامة القلب والصدر، أمرك بطهارة الباطن، وأمرك بطهارة الظاهر. هي النقطة الأولى. النقطة الثانية أن النظافة الظاهرية هو أمر من الفطرة الإنسانية. الإنسان بفطرته يحب النظافة، والإسلام دين الفطرة، لهيك النبي عليه الصلاة والسلام قال: سنن الفطرة خمس، كذا وكذا وكذا وكذا. بالإضافة، وهي معلومة يمكن أغلبكم تعرفوها وأختم بها، هل تعلمون بأن من أدخل دورات المياه والحمامات إلى أوروبا هم المسلمون عندما دخلوا إلى الأندلس؟ هل تعلمون أنه في أوروبا في ذلك الوقت كان لا يوجد شيء اسمه حمامات؟ كان موضوع الاغتسال هو موضوع يعني فيه نوع من الامتهان، كانوا بيكرهوا هذا الأمر، يعني حتى كان يوصفون ملوك وملكات أوروبا في ذلك الوقت أن الإنسان لا يستطيع أن يقترب منهم بسبب قذارة رائحتهم. في ذلك، وهلأ اليوم شو بيجي بيقولوا لك؟ الإسلام دين القذارة. الإسلام لما كان إسلام جلب الطهارة والنظافة والأناقة والجمال لكل العالم، بس لما ما بقى في حدا يحمل هالإسلام نرى هذه الصور التي نراها اليوم. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.